الرحمن الرحيم. ده الفسيخ ني قبل ما يتعمل، اللي هو السمك البوري ده. ايه؟ سمك بوري. الكيلو 3 وحدات. انا غسلته كويس جدا اهو، وجايبه اي قماشه مش محتاجاها، بنشفه كويس قوي اهو. لازم من جوه بغسله من هنا، من تحت الخياشيم كده بفتحه واغسله وانشفه كمان من هنا لحد ما يبقاش فيه ميه خالص. تمام. وابدا اعمل ايه؟ واحده واحده. انا دلوقتي نشفت الفسيخ كويس اهو، حطها على فوطه ينشف، وجهزت الملح، الملح اللي هو الخشن ده، شايفينه معايا واضح؟ وده كركم، ده كركم العادي بتاعنا. طبعا انا كنت مجهزه التمليحه اللي هي الكركم والملح وشطه، بحط شطه كمان عشان ايه الدود يموت، لو في حاجه يموت من الشطه. تمام. ببدا اهو باجي في النخشيش بس كده بملاها ملح كده، واضح معايا اهو، بس كده، ده اللي انا بعمله. تمام اهو، واحده واحده. جيب كيس ابيض شفاف عادي اهو، مش اسود ولا حاجه، اروح رشه فيه كميه ملح بالكركم مش كتير، وابدا اجي بالسمكه ارصها واخلي فتحتها لفوق كده، والتانيه عكسها، اخلي عند الديل احط ايه الناحيه التانيه برضو فتحتها لفوق كده المخاشيش، والتالته جنبها كده كده، التلاتة جنب بعض اهو. ببدأ رق تاني كمان ملح، بعد كده اهو 3 سمكات. تمام. واروح قافله كويس قوي، ما اخليش يدخله هوا اهو، بقفل كده لحد ما الهواء ايه ما يبقاش فيه، واربطه كويس جدا. الكيس جوه كيس لحد ما يبقوا معايا 5 اكياس مربوطين كويس او مربوطين كويس كده اهو، على قد ما اقدر الف كده وبسيب كمان. لفيته في 3 4 اكياس. اخر كيس، حتى لو ما عنديش الا كيس اسود مش مشكله، ما هو من بره. ادي اخر لفه، لو عندي ستريتش بلفها بالستريتش كويس قوي، ما عنديش برضه بفضل احط في كيس لغايه ما اربطها. كمان كيس لغايه ما يبقوا ايه 6 7 اكياس جوه بعضيهم كده. اخر كيس اهو بربطه جامد، ومش شرط احطه في صندوق او في علبه او في كرتونه، لا ممكن احطه فوق قطعه المطبخ من فوق، طالما الكميه قليله بروح احطها فوق قطعه المطبخ، برميه كده فوق طالما مفيهوش هوا عمره ما يعمل حاجه. وكل يوم من يوم للتاني اروح ايه قلبه كده، اسبوع بالظبط ان شاء الله نفتح عليه. قبل انا مش شايفه